شخصية العام الرياضية السيدة سوزان شلبي. الدفاع عن القضية لا يحتاج دوما إلى بندقية. أول امرأة عربية تفوز بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الأسيوي لكرة القدم، أول امرأة عربية تتولى منصبا في الاتحاد الدولي لكرة القدم، وأساس عملها خدمة المنظومة الكروية بأكملها. كونها فلسطينية جعلها تشعر بوطأة التمييز، وهو ما دفعها لمساندة الأمير علي في مساعيه لرفع الحظر عن ارتداء الحجاب في ملاعب كرة القدم. مديرة العلاقات الدولية بالاتحاد الفلسطيني لكرة القدم من أبرز القيادات النسائية في كرة القدم العربية والأسيوية، نالت عضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد الأسيوي عن منطقة غرب آسيا. شخصية العام الرياضية سوزان شلبي.